الحفل اللي حضرت له، هذا الحفل اللي حضرت له يمتاز عن جميع الاحتفالات بالصدق وبانعدام اللغة الخشبية فيه. فجميع الشهادات التي وردت على الفقيد وحول الفقيد وحول سيرة الفقيد محمد بن اللبا والحامد كانت كلها صادقة، وكانت كلها تتكلم عن خصال حقيقية. فهذا الرجل كان متميزا في كل شيء، متميزا في الأخلاق، متميزا في الوطنية، متميزا في الصدق، متميزا في النزاهة. رحم الله محمدا والحامد.